الشديد يعني بعض الأخوان أو كثير من الأخوان ما أدري ما يدركون الأبعاد المختلفة للهيمنة الاستعمارية على مناطقنا، فقط ينظرون أن صدام حسين كان ظالم وذول جو خلصونا من صدام حسين. هذا مو صحيح، مو صحيح أن نبسط الأمور بهالشكل هذا. يعني صدام حسين كان ظالم، لو باقي العراق مستقل وقوي وصدام حسين زيد يعيش كان سميت الآن، وبعدين يمكن يصير تغييرات في البلد تتطور، يصير كذا، يصير نظام جديد، البلد يتحرر، البلد يبني نفسه بنفسه، مو يجي من برا. يعني شفتوا انتوا هاي تجربتنا الآن 15 سنة ومي ما قدرنا نحل مشكلة الماء ولا مشكلة الكهرباء ولا مشكلة المجاري ولا مشكلة التعليم ولا الصحة، كل شيء يرثى له الآن في العراق. لماذا؟ لأنه مو بإرادتنا أكون هناك هيمنة تمنع أنه حل هذه المشاكل من أجل واللعب بالقوى السياسية المختلفة واللعب بالعملية بالانتخابات، تزوير الانتخابات واللعب فيها، وبالتالي استخدام العراق ممرا للهجوم على إيران أو الهجوم على سوريا، واللي ما يقبل أيضا إحنا نضربه ونحطمه ونشوي سمعته. وكذلك ثرواتنا لازم نعطيها للأجنبي وإحنا نسكت ونكون ممنونين لهم. الشعب العراقي ما طلب من أمريكا تجي تحتله، وحتى احتلالهم حتى لم يكن تحت غطاء الأمم المتحدة، عمل هم أدانوا بعدين. يعني هم قالوا احتلال وفي بلادهم في بريطانيا وفي أمريكا أنه هذا عمل كان غير صحيح وغير قانوني، ودوليا كان عمل غير قانوني. احنا نجي نقول والله اجركم الله، شكرا جزيلا، احسنتم، بارك الله فيكم، اجيتوا حررتونا. هو لعب علينا، هو صدام منه دعم منه جاب علينا. يعني نبقى احنا لعبة بيد المستعمرين اذا نبقى هكذا ننظر الامور بهذه السذاجة وبهذه البساطة. أنا ما أشكك بوطنية الأخوان الذين انتقدوا ثورة 20 أو الآن يؤيدون الاحتلال الأمريكي للعراق، ولكن أعتقد هم مشتبهين اشتباها كبيرا، والمسائل ما تنظر إليها بهذه النظرة الجزئية وردود الأفعال، إنما أنظروا إلى نظرة تاريخية أنه لا متى إحنا نستطيع أن نبني بلدنا ونتحرر ونتوحد. طبعا احنا وحدنا ما راح نتمكن، يعني هاي منطقتنا كلها هي منطقة واحدة تخضع تحت هيمنة الاستعمار واسرائيل ايضا، والانظمة اللي تحطها هذه القوى الاجنبية الغربية هي انظمة تابعة لها وعميلة لها. فكيف نتحرر؟ لابد نتوحد، لابد نستقل، لابد احنا نبني انظمتنا الديمقراطية بانفسنا، مو بما يريدون وكيف ما يريدون. هذه المشكلة. وأنا بالحقيقة مو نادم على ثورة 20، إنما أعتقد قراءتي، وأنا كتبت فيها قلت لكم في 71 كان عندي كتاب اسمه كراس يعني صغير، تجربتان في المقاومة، كان في أخطاء، ولكن العمل الوطني والمقاومة كان هذا الشيء يشرفني ويشرفنا ويشرف التاريخ العراقي. والثورة 20 مو شارك فيها فقط علماء الشيعة لعلمكم أو الشيعة، شارك فيها حتى السنة، الشيخ الضاري والسنة، حتى في سامراء كان يلتزمون بمواقف العلماء الشيعة من مقاطعة الانتخابات الصورية اللي أجروها لتمرير اتفاقية الانتداب على العراق. العلماء حرموا الانتخابات والتزم بها حتى السنة، ولذلك سفروا العلماء بعد ذلك، سفروهم وأضعفوهم. العلماء كان ذيك الأيام الحوزة في النجف كانت متقدمة جدا أكثر من الآن، كانت فيها روح الحركة الدستورية اللي صارت في بدايات القرن العشرين. الحركة الدستورية أنه إحنا لازم نسوي نظام ديمقراطي، والنظام اللي قادها المرجع اللي كبير الشيخ محمد كاظم الآخندر الخراساني، كان في النجف وقاد حركة في إيران وفي الدولة العثمانية حتى،
وأسقط نظام الشاه، الشاه أحمد يسموه القاجاري، أعلن ثورة عليه وقال أنا جاي حتى سقطك، وسوى حملة عسكرية يعني حتى يروح سقطه، وهو قتل في الطريق سم. ولكن الثورة نجحت في إسقاط ذلك الملك، وجابوا ملك آخر بعدين ابنه، وبالتالي صارت التطورات. فكان في ثقافة ديمقراطية وثقافة استقلالية، ما يمكن التفريق بين الروح الاستقلالية، بين الاستقلال وبين الديمقراطية. ما يمكن احنا نسوي ديمقراطية وما عندنا استقلال، عندنا خضوع للمستعمر، يلعبين لعبة طوبة كل يوم في شيء يسوينا. وما يمكن ايضا يعني ناخذ استقلالنا ونقيم حكم ديكتاتوري، هذا ما يصير، لازم نسوي حكم ديمقراطي. فالديمقراطية والاستقلال والوحدة، الوحدة مو فقط في العراق، الوحدة في المنطقة كلها. احنا شعوب تاريخيا شعوب يعني من حضارة واحدة ومن أمة واحدة، وأن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. فإحنا إذا نسينا القرآن ونسينا الله ونسينا المبادئ الأولية الوطنية، وقلنا خلي نتعاون مع المستعمرين، خلي يركبوا علينا، وخلي يغتصبوا نسائنا، وخلي يأخذوا ثرواتنا، شنو بقى أدنى من بالحياة؟ شنو بقى حتى يعني يسوى نعيش من أجله بعدين؟ أنا ربما أسمع كلامكم بعدين، تعليقاتكم ربما في حلقة أخرى أكثر من هذا. الأخ الشيخ زيوار محمد المدرس يقول حتى الشيخ محمد الحفيد الكردي شارك في ثورة 20 برجالاته، وهذه ذكرها الوردي. أحسنت الشيخ زيوار على تنبيهنا، أنا فعلا يعني هذا شيء نفتخر فيه الآن، ولا يمكن أن ننظر الأمور نظرة سلبية ونظرة يعني ما أدري هالثقافة منين أجتنا، بحيث أنه لا أصلاً أنا أعتقد المرجع السيستاني يلعب دور سلبي كثير في هذا الجانب، لأنه لم يتكلم عن الاستقلال ولم يتكلم عن مقاومة المحتل حتى كلام، حتى يبني ثقافة مفروض فيه كان يعني على الأقل يتكلم. الشعب العراقي ما كان بإمكانه أن يقاوم الاحتلال الأمريكي في أول يوم، صحيح صارت عمليات مقاومة في الفاو وفي الناصرية وفي هنا وهناك في النجف، ولكنها ضربت لأنها كانت ضعيفة. والشعب العراقي كان مقسم، لأن يعني صدام حسين ما سلح الشعب العراقي، سلح جماعته ومخابراته والجيش ماله اللي انهزم، وهو هم تنهزم واختبأ في جحر. يعني في تلك اللحظة ما كان بإمكاننا نقاوم عسكريا صحيح، ولكن كان بإمكاننا نقاوم إعلاميا، نقاوم سياسيا، وأن نعلن ذلك. الحديث يقول أنه يعني إذا رأيتم المنكر فانكروا بيدكم، إذا مو بيدكم فبلسانكم، إذا مو بلسانكم بقلبكم، وذلك أضعف الإيمان. الاحتلال منكر كبير ومنكر تاريخي خطير سيمتد إلى عقود أو قرون الله أعلم، إذا لم نغير عقليتنا ونبدأ بتحقيق استقلالنا اليوم حتى لا تضيع بلادنا مرة أخرى، ونتوحد مع كل القوى، نتوحد مع إيران، مع تركيا، مع سوريا، مع فلسطين، مع مصر، مع الخليج، مع الشعوب الخليجية، مع اليمن، نكون كلنا كتلة واحدة حتى نستطيع أن نقاوم الاستعمار ونبني نهضتنا العربية والإسلامية من جديد. وما أطول عليكم كثير، وإن شاء الله أسمع من عندكم في المستقبل أيضا ربما نعود لكي نتحدث عن هذا الموضوع الخطير اللي أشوف فيه ثقافة سلبية صايرة مع الأسف الشديد، وأعتقد هذا بتأثير تقاعس وتخاذل المرجعية. يمكن تقولون أنت ليش تلوم المرجعية، أنا بالحقيقة آسف جدا، لأنه ما أعرف، أنا ما أتهم المرجعية هي قابضة فلوس وما قابضة فلوس، هذا حكي يعني ما أشتري فلسين، ولكن عنده ثقافة سلبية، ثقافة سلبية أنه أنا مو واجبي أو مو ما يجوز أو كذا، أو أنتظر الإمام المهدي، هذا مو صحيح. لازم إحنا
نحاسب وننتقد المراجع ونطالبهم باتخاذ مواقف وطنية أكثر مما اتخذوه. ما يكفي أنه فتوى ضد داعش فقط، داعش ما كان يحتاج فتوى، داعش كان الشعب العراقي كله يقاومه وقاومه، وهناك من تحضر لداعش وقاوموها قبل ما تصدر الفتوى. أنا ما أقلل من شأن الفتوى، بس يعني أي شعب يتعرض لعدوان يقاوم. فلماذا مثلا تعرضنا للاحتلال أكبر اللي هو جاب داعش بعدين وسكتنا عنه خلص؟ صحيح صارت مقاومة سياسية وأدت إلى إخراج المحتل من العراق في 2011، ولكن كان يجب على المرجع، يجب عليه، نعم يجب عليه أن يقول هذا احتلال ظالم وخاطئ ولا يجوز أن نستسلم له، ويجب أن نأخذ استقلالنا ويخرج بأسرع فرصة ممكنة من العراق. وهذا ما لم يقله السيستاني مع الأسف الشديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.